مشاهدين انفاس بريس، حنا كنتواجدوا مع واحد السيد مول الكوتشي اللي غيجمع كل شيء. بدا درشي غنسولوه الحركه الاقتصاديه والرواج في مدينه مراكش. السلام عليكم. بعدا قبل كل شيء اخو الحركه، انت كتشوف حركه اخو عيانه، الناس راهي الناس على المدينه خاويه، من المدينه تاع مراكش كدور على السياحه. السياحه الخارجيه دابا عرفتي كل شيء، كل شيء راه مسدود، المطارات الموانئ كل شيء مسدود. دابا السياحه الداخليه راه كانت هذه السيمانه اللي فاتت كان رواج واحد شويه، الناس ديال كازا الرباط الشمال الى اخره تيجيو لهنا. ولكن اخويا دابا المدينه اخويا الناس كلشي مشى للمدرسه، الناس بدات قارين داكشي. انت كتشوف شو دابا المناره راه خاويه يعني، شوف الشارع دابا راه خاوي. لا طلع خاوي هو هذا. وبشحال كديروا دابا يعني جوله من المناره من المناره حتى مثلا جامع الفنا؟ دابا ديريكت ولا الجوله؟ تهضري على ديريكت ولا الجوله؟ ديريكت شحال؟ ديريكت اخويا 100 درهم. ولكن دابا حنا راه مثلا باقيينش نقولوا حنا تتحشنا ان ديريكت يعني بالدوره. بالدوره هي عندنا الطريفه فيها 180 درهم للساعه. ولكن دابا واش غادي تقدر تقول لشي واحد 180 درهم؟ ما تقدرش تقولها ليه. ولا تيجي عندك واحد الانسان مواطن بحال هكا مغربي بتقول ليه 100 درهم من هنا للمناره، من جامع هنا للمناره، راه ما تقدرش تقولها ليه. هو ما في استطاعتوش وانت ما غاديش تقدر تقولها ليه وما غاديش تلاقاو. من الاحسن دابا اش كتقول ليه؟ قاعد كيفكر هو 100 درهم يمشي بها حتى لكازا. هو تيقول لك انا 100 درهم بغيت نمشي بها من هنا لكازا، ولا راه بغيت نقعد بها لوطيل، ولا راه بغيت نتغدى بها ونتعشى منها. هكا تيقول لنا المواطن، حنا هادشي سمعناه وعشناه. تيقول لك ديالها 100 درهم كلتي زيد ضحك. تيقول لك اخويا واش كضحك عليا؟ كتقول لي هي راه تزيدوا للطريفه من بعد تيشوفها تيقول لك شوف هو خلي دابا الطريفه، دابا هضر معايا انا بيني بين. اش تقول لي؟ تقول لي 50 درهم 60 درهم. كاين اللي يحسن العوا اللي ما تيعطيكش 50 درهم ولا 60 درهم. ورساله، رساله منك خويا. رساله نقول اش نقول لك؟ رساله تنطلبوا من المسؤولين اخويا يعاونونا في هذا الشيء دابا، يعطيو اعانه دابا البهائم تيضيعوا. شحال كياكلوا دابا عندك الجعودين؟ شحال كياكلوا؟ كاينين دابا كل كوتشي فيه 4 العيودان. دابا عندك انت جوج؟ وجوج يخدموا البارح وجوج يخدموا اليوم، تيتسارحوا تيتبادلوا كل جوج تيخدموا. تبدلهم دابا جوج كيبركوا وجوج كيخدموا. اييه يعني يا بنا رجعوا لهذاك اللي قال لك اللي حرج الجمل تيدكوا برجليه. يعني داك الشيء اللي صورنا حنا البارح اه تياكلوا فيه هذوك اليوم اللي قاعدين. تقريبا كياكلوا في النهار؟ تقريبا اخويا الا بغيتي تشبعهم راه غادي ياكلوا تقريبا واحد 70 درهم في النهار.